المهرجان بالنسبة لي بيمثل رسالة خاصة جدا. اولا انا سعيدة ان المدينة تعزى جدا، المدينة العريقة دي بجمالها بجمال ناسها. المهرجان اعتقد ان هو مهرجان هيبقى منافس بشكل دولي وهيقدر يقدم نفسه خلال الفترة الجاية في ابهى صوري، فانا ده شرف ليا وشرف لمصر انها تاخد جايزة على فيلم بين بحرين في الدورة الثانية لمهرجان تعزى السينمائي الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مسرور بتتويج هذا اليوم، وهذا التتويج لم يأتي من عدم، لأنه منذ ولادتي من سنة 1946 انطلقت 56 في العمل الجمعوي وأنا أعمل بجد واجتهاد وبنكران الذات، فاستطعت بفضل الله ورعايتي، أنا حامد حاجي من مدينة تازة ومن سكنة باب الزيتونة ومن مولد بالمشور، أن أكون جيلا من الشباب المبدعين لمدة تفوق نصف قرن، أي منذ 1956 وأنا طفل، ذاك الساعة راني بديت كنكون، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. سأظل دائما أهتم بالأحباء الصغار والكبار، والآن وصلت من العمر تعتية، أشكر الصحافة التي اهتمت بي، أشكرها شكرا جزيلا، وأقول لكم إلى اللقاء في السنة المقبلة إن شاء الله.